تواجه مريضات سرطان الثدي العديد من التحديات النفسية والاجتماعية، حيث أن الثدي يعتبر جزء هام من الصورة الذاتية للمرأة، وفقدان الثدي يعني فقدان الشعور بالجاذبية والثقة بالنفس، مما يزيد من القلق والتوتر والخوف لدى المريضة، خوف من تقبل الشريك لها والخوف من تقبل المجتمع، خصوصاً في حال لم تقوم بإجراء عملية الترميم. بعض النساء ممكن إنها تتكيف مع وضعها الجديد بدون الحاجة لعملية ترميم الثدي، ولكن من خلال ملاحظتنا الإكلينيكية والمرضى اللي عم نتابعهم بالعيادة، المرأة أو الأنثى اللي بتخضع لعملية ترميم الثدي بيكون عملية التعافي بالنسبة لها بشكل أسرع. بنشوف كثير من الستات بيواجهوا تحديات نفسية واجتماعية أثناء استئصال الثدي، ولهذا السبب للأسف تشعر المرأة بفقدان الثقة بالنفس، فقدان الجاذبية. عملية ترميم الثدي بتساعد السيدة على استعادة الاتزان العاطفي والنفسي وتجنب الخوف من المجتمع. من خلال تعاملي مع المريضات اللي خضعوا لعمليات الترميم بعد استئصال الثدي، لاحظت بأنه تحسن الحالة النفسية كان أسرع، وحتى العلاقة مع الشريك كانت أفضل، وتقبلهم لنفسهم في المجتمع أيضاً كان أفضل.